انخفاض الدم على الماء، وخاب رجاء أهل قرية جمعة بإنقاذ وفاء التي أصيبت بشظايا قذيفة الميليشيا. هنا في مديرية حيفان، حيث قصفت ميليشيا الحوثي القرية بقذائف الهاون، وعلى إثرها استشهدت المواطنة وفاء سمير محمد التي كانت تعمل على نقل المياه من بئر القرية. البنت هذه خرجت من المنزل حقها تروح تسأل لها ما يعني إلا تروح تصلح لها معاكل لأولادها. تحمل ابن وبنت في جانبه في شقة والجباب على رأسه. راحت الميراد هذه ولا تتفاجئ الا بالصاروخ بالقفيفه تجي لها بفقعه وترشد جنبه وحتى الصبايا راحت شلت هذا عليها الراس حق المقطوعه هذه راحت. لم تعد هي من رحله عذاباتها اليوميه في جلب المياه، بل عادت الفاجعه للاسره وبقيت اشياؤها شاهده على جريمه اخرى ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع هنا في ريف محافظه تعز. في عمرها 20 استشهدت وفاء وتركت طفليها خالد ومرام. أصيب خالد بشظية في الرأس، كما أصابت شظايا القذيفة شابا آخر في القرية. أنا أحد المصابين من اللي جاء اطلقوا الحوثيين علينا صاروخ من العبوس وصل هنا وأنا أصبته واثنين عيال جنبي والحرمة معي طيف العمر 3 سنين ابني ولدي تعبيمه هنا الصباح ما حصلناش أمان نرقد ليلا ونهار بأي ذنبا. ارحمونا والحقونا يا خلق الله، ما هذا الحوادث اللي تستوي ليلا ونهار لا حصلنا أمان أبدا نهائيا. أين نحن؟ أين نلتقي؟ أصف عشوائي مرة ومرات أخرى متعمدا باتجاه القرية. وفي كل الأحوال لم يعد جديدا على أهالي منطقة الجمعة، بل سبقه قصف عديد من قبل الميليشيات ألحق بعضها ضحايا وجرحى في أوساط المواطنين وخلف دمارا في الممتلكات. في مشروع الميليشيا صار الدم كالماء، لم يتوقف نزيف ما تخلفه من استهداف لهذه المناطق التي تعرض أهلها للتنكيل والقصف، خلف الخوف والرعب على حياة الصغار والكبار معاً.